تقول: أراد أحد المعلمين اصطحاب عدد من طلابه في رحلة، واصطحب بعضهم في سيارته والآخرون وفر لهم سيارة أخرى، وسأل الطلبة أيهم يحسن القيادة، فقال أحدهم وهو طالب بالصف الثاني الثانوي: قال أنا، ولم يكن يملك رخصة سياقة ولم يسأله المعلم عنها والسيارة، وركب مع هؤلاء الطلبة في هذه السيارة طالب صغير بالصف الخامس، ركب في الجانب المكشوف من السيارة، وفي أحد المنعطفات انقلبت السيارة وتوفي هذا الطالب الصغير. السؤال: على من يجب الصيام من هؤلاء؟ هل على المعلم أم على الطالب الذي يقود السيارة أم على كليهما، علما بأنه قد دفع أو بأنهما قد دفع الدية؟ إذا كانت المحكمة الشرعية حكمت عليهما بالدية جميعا فعلى كل واحد منهم كفارة، أما إذا حكمت بالدية على واحد منهم الكفارة تكون عليه هو، على من يدفع الدية. نعم.